المزيد مشاهدينا الكرام، ينضم الينا عبر الهاتف النائب تيسير مطر رئيس حزب اراده جيل. برحب بحضرتك معانا سياده النائب عبر شاشه اكسترا نيوز. اهلا بك دكتوره سمر وبالساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني ربما 48 ساعه تفصلنا عن موعد انطلاق المؤتمر الاقتصادي مصر 22 الذي بتنظمه الحكومه المصريه بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركه واسعه في الحقيقه لنخبه من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. كيف ترى يا فندم اهميه التوقيت واهميه التوافق على خارطه طريق اقتصاديه للدوله خلال الفتره القادمه، خاصه في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية؟ الحقيقة أنا عايز أبدأ بالكلام اللي حضرتك قلتيه، إن إحنا في ظروف غير طبيعية على مستوى العالم بالكامل، وإن مصر جزء مهم في العالم. إحنا في صدد حدث هام جدا دعا لي السيد الرئيس لرؤيته الثاقبة في أهمية هذا الحدث كمؤتمر اقتصادي مع ظروف الحياة اللي إحنا بنعيشها في الوقت الحالي وتأثيرها على المواطن. النخبة اللي موجودة وال21 جهة الممثلة في هذا المؤتمر الاقتصادي اللي دعا ليه سيادة الرئيس، احنا الحقيقة كلنا سعدنا جدا الوقت اللي سيادته دعا لهذا المؤتمر. الوقت الحالي احنا محتاجين فيه لاننا ندرس ايه المعوقات اللي بتقف قدام التصدير او الاكتفاء الذاتي، او ان احنا نشوف ايه المشاكل والمعوقات اللي بتقابل المصانع المقفولة او الزارع عشان يقدر يزرع. واحنا كحزب اراده جيل مهتمين جدا بالملف الاقتصادي كاولى الاولويات لينا حتى في الحوار الوطني. المؤتمر الاقتصادي ده يا فندم نتمنى ان يخرج بمخرجات متميزه غير تقليديه في الوقت الغير تقليدي اللي احنا فيه، بمشاركه رجال الاعمال ومشاركه الاقتصاديين وشركة الحكومة الواعية اللي عندها المعلومات اللي مش موجودة عندنا. هنبقى في النهاية بنقدر نقول إن نتمنى إن يطلع توصيات تحل بعض المشاكل اللي احنا بنعيشها في الوقت الحالي وتضمن حياة طيبة مثمرة للمواطن الطبيعي وللمواطن البسيط، لأن النهاردة المواطن مرتبط بالعمل ومرتبط بالمصانع ومرتبط بالتصدير ومرتبط بكل حاجة. فلما نيجي نقول النهارده المؤتمر الاقتصادي هيطلع لنا نتائج تحل الازمه او تخرجنا من عنق الزجاجه، احنا شفنا على التطورات اللي بتحصل والتطوير اللي بيحصل في مستوى البنيه التحتيه، شفنا الطرق اللي اتعملت وشفنا الانجازات اللي بتتم على ارض الواقع. يمكن الحظ ما كانش مؤيد لينا في بعض الامور ككورونا او كحرب اوكرانيا، لكن في النهايه احنا سياده الرئيس قدر مع الحكومه يحط اسس. احنا محتاجين ان احنا نستفيد من الاسس دي، محتاجين انها تنعكس بقى على المواطن وعلى الحياه بتاعت المواطن وعلى بتاثر على المواطن بالخير، ما تاثرش عليه بامر اخر. النقطه المهمه اللي انا عايز اتكلم فيها ان العالم كله بيمر بمشاكل مش احنا بس، احنا عايزين ناكد ونصر ونؤكد على مساندتنا ووقوفنا خلف سياده الرئيس، خلف القياده السياسيه، خلف حكومتنا، لان احنا مش عايزين نستمع الى الشائعات المغرضه او العالم كله مليان مشاكل. يعني مش عايز شبابنا واهلنا، لا بالعكس احنا ماشيين في خطوات كويسه، بنشوف كل يوم انجاز بيتم، بنشوف ان الحمد لله ان الامور الى حد ما اي نعم بنعاني من بعض الامور، لكن ده امر طبيعي في كل العالم مش احنا بس. الاعلام الحقيقه انا بشكره على دوره للتوعيه وللوعي. قضيه الوعي كمان من ضمن القضايا اللي سياده الرئيس كان نادى بيها، لان الوعي لما يبقى عندنا بنقدر نوصل للشائعه ايه وللكلام ونرد على الناس اللي هي المغرضه. لكن عشان ما اخرجش بره الموضوع، المؤتمر الاقتصادي ده حدث مهم جدا، واعتقد وان شاء الله يعني مش اعتقد ان شاء الله يطلع منه توصيات كويسه جدا هتفيد الصناعه وهتفيد الزراعه وهتفيد التصدير وهتفيد كل الامور. حتى مش شرط ان احنا نمنع الاستيراد بنسبه 100%، لكن نقل منه ونحس منه من اجل ان احنا نوفر الدولار ونوفر ونعلى قيمه الجنيه المصري.
أستاذ تيسير أو سيادة النائب، يعني بالتزامن مع انطلاق موعد انطلاق مؤتمر الاقتصاد واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، كيف تربط وترى الرؤية الثاقبة للدولة المصرية في تعظيم دور الاستفادة من الطاقات المتجددة والعمل على إزالة أي معوقات في هذا المجال، وكيف من الممكن أن يضيف الاستثمار في هذا المجال المزيد للاستثمار المصري؟ والله أنا بشكر حضرتك على السؤال ده، لأن سؤال متميز جدا ومهم جدا. إحنا من حسن دراسة الأمور أن يبقى في المؤتمر الاقتصادي ثم مؤتمر المناخ. مؤتمر المناخ ده من المؤتمر المهم جدا على مستوى العالم، العالم كله. في ناس تقول لك ايه المناخ، يعني ايه المناخ؟ احنا نفتكر زمان، اسمحي لي نقول المناخ في مصر حر جاف صيفا دفيء ممطر شتاء. المساله مش كده، المساله كل ما هو بيؤثر على المناخ للاجيال القادمه. فبالتالي العالم كله بيتجه النهارده للطاقه النظيفه، بيتجه للبعد عن العربيات الملوثه للجو، بلاش نقول المناخ عشان الناس تبقى معايا في الموضوع. لكن شفنا مثلا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون صناعه السيارات الصديقه للبيئه وانشاء المجلس الاعلى للسيارات الصديقه للبيئه. النهارده لما يبقى في مصر مجلس اعلى لصناعه السيارات، صندوق لتمويل صناعه السيارات الصديقه للبيئه اللي العالم كله متجه لينا، نقدر نقول ان سياده الرئيس خلانا في المقدمه بدل ما نبقى في المؤخره بنجري ورا الناس. لا، احنا بقينا النهارده بنحط اسس عشان نقدر ننتج بكره عربيه ما يبقاش فيها انبعاثات تاثر على المناخ وتاثر على الجو بوجود انبعاثات منها. النهارده اللي شفنا في الدول الطاقه الهيدروجينيه، الطاقه الخضراء. مؤتمر المناخ ده بيحط مصر ايضا على خريطه العالم وعلى رؤيه القياده المصريه بان مصر تبقى متقدمه دايما، وبنقدر نقول ان احنا ننتج حاجات تفيد العالم كله مش تفيد المصريين بس، لان المناخ في النهايه بيخص مين؟ ما بيخصنا، بيخص اولادنا، بيخص الاجيال القادمه. فخطوه وجود المؤتمر المناخ في مصر خطوه مهمه جدا، رؤساء العالم وممثلين العالم يبقوا موجودين. شيء عظيم قوي ان يبقى مصر مركز لهذا الحدث اللي مهتم بيه العالم بالكامل. الحقيقه على المستويات الشخصي وعلى مستوى الحزب وعلى مستوى بقيه الاحزاب، مستوى المصريين اللي بيحبوا الريس بنشكره على الخطوه دي، لان اللي كنا بنتمناها بصراحه ان العالم يجي لنا ويبقى موجود عندنا. مين يقول لا؟ مين يقول لا؟ فبربط بين المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر المناخ، الاثنين بيكملوا بعض، لان المؤتمر الاقتصادي بينقل المواطن المصري من مرحله الى مرحله اخرى، بيحل مشاكل موجوده ومتراكمه. المؤتمر المناخ بيحطنا كمان على خريطه العالم مع الاخر، فده شيء حدث عظيم جدا احنا سعداء بيه وبنفتخر بيه وبنقول هي دي مصر. أتوجه إليك بجزيل الشكر سيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.